فلان ولا فلان. ما حدث في اليومين الماضيين من أحداث من القوات الأمنية ضد المتظاهرين هي خرجت قوة من الساحة هي تطالب بعدم الدوام، خرجت مجموعة من خارج الساحة تطالب بعدم الدوام. فأنا شيء موجود أشاهد هذه الحالة، اجت قوات أمنية من اتجاه القيادة والمتظاهرين موجودين أمامهم، وبعدين اجت قوة ثانية من عكس القيادة من الشارع المتعدد الطوابق باتجاه سدة الكوت، فحصل هم حصرهم تقريبا بين 50 نفر من المتظاهرين يطالبون بعدم الدوام، ونزلت عليهم هاي القوة حتى بهم مدنيين بالهراوات، وحقيقة هم أذوهم وكسروا دراجاتهم واعتقلوا منهم كثير منهم اعتقلوا من قبل هذه القوات الأمنية. فحدث ما حدث فبقت مستمرة إلى تقريبا إلى عصر ذلك اليوم، وهذا السبب يعود أعتقد يعود للقوات الأمنية وعدم حنكة قائد الشرطة لتفادي هذه الأحداث، يعني باستطاعته أن يسحب قواته وماكو كل داعي أن يعني يتواجه وين المتظاهرين. طبعا هناك يصير فعل ورد فعل بالموضوع، انت من تجي تضربهم بالدخانيات وتعتقلهم وتضربهم ها وتكسر دراجاتهم، شو تتوقع شو يجي منهم؟ وماكو داعي تواجه المتظاهرين، انت سويت هاي الفعاليه الصبح انسحب اسحب قواتك للقياده وتعامل وياهم بحنكه، وصدق انت تقول انا قائد شرطه وقائد للمحافظه، انت تلافى الموضوع، انت جيت نهار ذاك اليوم من الصبح للعصر انت مواجهه بينك وبين المتظاهرين كروفر زين، انت المتظاهرين انت تضربون بالدخانيات على اساس؟ شو مسوي هو هذا؟ ما يخالف، انا اقول لك اكو تقصير، من ضربوا قواتنا اخواننا القوات الامنيه ليش؟ شنو ذنبهم؟ انت تتحمل مسؤوليه. زين انت المتظاهر تحصرهم يطبون بالبيوت، منطقه الهورا صارت قدام عيني، طبوا بالبيوت، انت تجي القوات الامنيه تدخل عليهم بالبيوت، شلون يصير؟ عندك امر قضاء تطب عليهم؟ يا قائد الشرطه تتلافى الموضوع بحنكه وبقياده، اذا تقول انا صدق قائد ما يصير، هم اخوانك المتظاهرين، واحنا باقين بهاي الساحه نطالب بحقوقنا المشروعه وبالسلميه الى النهايه ان شاء الله. الشرطة تواصل انه تصريح بانهاء حياتهم هاي مو من حق، لان هو مو رب العالمين ولا يعني متحدث باسم احد بالقصاص من الناس ومصادرة حياتهم، هاي ما مقبولة منه، وهذا الشيء اللي اثار الناس ضده، حتى الناس اللي يحبوها من قلبوا عليه، هذا الشيء ما مقبول اصلا بالمرة. ليش؟ لانه حق وحرية التعبير مكفولة بالدستور، وهذا حالة طبيعية ضد المتظاهرين وهذا القمع اللي موجود لإنهاء هاي الحركة، لإنهاء حركة المحتجين والمنتفضين اللي يطالبون بحقوقهم ويطالبون بوطن، وهذا الشيء ما يصرف لهم. اللي شفت قوات الشغب هي اللي تحرشت واستفزت المتظاهرين، يعني لو باقين بعيدين عن المتظاهرين ما كان حدث اللي حدث، وأنا كشاهد عيان شفت أنه حتى بعض المعتقلين اللي اعتقلوهم ولزموهم قوات الشغب وجهوا لهم إهانات ومسبة وبشار حتى، وهي ما مقبولة، لأنه واجبهم هو حماية المتظاهرين، هم موظفين عند الدولة يشتغلون ويتقاضون رواتب بعملهم هذا لحماية الناس، مو لضربهم، حمايتهم مو لضربهم. يعني فالشي ما صاير أنه الشرطة مكان ما تحميهم يشيلون الطابوق هذا والحصو ويضربون المتظاهرين، هاي ما مقبولة أصلا، هاي مع سبق الإصرار.
احد يعني. والله هسه حاليا هي لقاده الشرطه ومجموعه من الشيوخ اللي قاموا مساومات وبيع هذه التظاهرات لحل هذه التظاهرات والغائها لتمشية الامور حسب الامور الذي يردونها هم. حاولوا حدث أزمة أو فتنة بين المتظاهرين والشغب من خلال القادة أرسال مجموعة من القوات الأمنية والشغب إلى داخل الحرم الجامعي اللي قام بأمر فتح بوابة جامعة واسط. إحنا كطلاب إحنا ودكاترتنا وأساتذتنا وموظفين قابلين بالاعتصام ومعتصمين وما نقبل أي شخص يفتح بوابة جامعة واسط لأن إحنا الطلاب إحنا نريد نفتحها من خلال إذا حصلنا المطالب اللي نريدها. فقام بأمر فتح البوابة جاء بعض المندسين مدفوعين ما نعرفهم مو من الأشخاص المعتصمين ويانا أدوا إلى التخريب ورادوا أن يكسرون أو يحرقون البوابة جامعة واسط. إحنا كطلبة جامعة واسط فصرنا حاجز بين المتظاهرين وبين الشغب لنمنع هذه الفتنة. نريد نحافظ على سلميتنا، ما خليناهم يحرقون، ما خليناهم يخربون، لان هي هاي جامعتنا، احنا اللي نداوم بها، مو يداومون بها الاحزاب ولا يداومون هاي ممتلكات عامه، فاحنا لازم نحافظ عليها، واساسيه الفتنه صارت من خلال قائد الامر والامور مالته اللي هي بالقمع والدخول الى جامعه واسط او الدخول الى منطقه قريبه الى مساحه التظاهرات، هي هاي سبب الفتنه الرئيسي. والله هسه حاليا احنا خلال هاي السبع ايام نريد نحافظ على سلميتنا. تضامنا مع اهل الناصريه مع المطالب الذي قدموها واعطاها مهله سبعه ايام، بعد هذه السبعه ايام راح يصير مطالبنا اخرى وراح يصير عندنا تصعيد كلش قوي ومع بقيه المحافظات. والله هسه لا التهديدات ولا التواصل الاجتماعي تخريب سمعه وتشويهه، احنا هاي الاشياء ما تفيدنا، احنا مصرين وباقين ساحه التظاهرات وكل الناس تعرفنا. سواء كان محمد عفلوق، سواء كان ابو فريق الامل، سواء كان انا من يشوهون سمعتنا ما يقدرون يوصلوننا ابد. لان احنا مصرين على هالقضيه ومصرين على عزيمتنا وراح نبقى ساحه التظاهرات ونبقى على سلميتنا ونحافظ على هالساحه. ما نريد نضيع حق الشهداء، الشهداء هم كانوا طلاب من يمنا. يعني من نداوم راح ندوس على صورهم وندوس على كرامتهم وندوس على شهادتهم ونروح نداوم، ما حصلنا شيء. يعني هم طلعوا من اجل القضيه وضحوا برواحتهم. يعني كل قضية ما حصلنا منها، فإحنا لازم إحنا نفتحها من خلال حصل مطالبنا طلبناها، نحصل الأشياء اللي ردناها من الحكومة من خلال تعديل لقانون الدستور، من خلال إعطاء رئيس الوزراء حسب المواصفات اللي قدمناها، وإحنا راح نكون أول الأشخاص المبادرين فتح الجامعات. وصلت قبل 48 ساعة وأكثر، شهدت استفزازات كثيرة من القوات الأمنية وقوى المواطنين والأهالي والمتظاهرين. القوات الأمنية بادرت بإطلاق غاز مسيل للدموع والمتظاهرين أمام باب جامعة واسط وأمام قيادة عملية واسط والأحياء السكنية، بادروا بإطلاق الحجارة. احنا كمسعفين للساحة مستجيبة ولحالات طوارئ وحالات من المتظاهرين من جروح او كسور، فاعتقدنا انه هي ورقه ضغط على الساحات حتى تنسحب، حتى ما تحقق مطالبها. نتمنى انه القوات الامنيه ما تنجرف لهذا الشيء، وما تخلي اخوانهم واللي يطالبون بحقوقهم يتركون الفاسدين اللي من 16 سنه هم مسيطرين وشوهوا شكل المنظومه الامنيه والقضائيه بهذا البلد، اللي خلونا نستغل هذا البلد بشكل ابشع صوره. اكيد هناك دعوات قضائيه تسجل بشكل يومي على القوات الأمنية كونهم مبادر بإطلاق غاز مسيل للدموع والاستفزاز للشارع وكذلك الجرح للشباب. أكون بالفعاليات راح تكون داخل الساحة توضح احنا كشباب شنو شفنا الأحداث مع القوات الأمنية كقيادات وليس كأفراد شفناهم أخواننا موجودين بالساحات مرابطين معنا. للأسف أنه القوات الأمنية رغم التعريف مالتنا بالباج واليونيفورم الخاص بينا
شفنا أن القوات الأمنية ما جاءت تفاعليانا بشكل مباشر. صار تعريف أكثر من مرة يعني جماعة واسط كمسعفين للساحة مستجيبة أو لحالات طوارئ، وهو موجود بكتاب رسمي معنون من المبادرات الوطنية والأممية للحكومة العراقية، أنه إحنا مستجيب أول مسعفين داخل الساحة متطوعين إسعاف فوري في محافظة واسط. لكن للأسف كان الضرب بالهروات والضرب بالطابق، للأسف كان الضرب عشوائي بدون تمييز أصلا بين مسعف بين صحفي بين متظاهر، ما يميز. المهم أنه هو يضرب وخلاص. الأسلحة كانت أسلحة خفيفة من هروات من طابق حجر اللي كان يرمى على من المتظاهرين أصلا، وكانت هناك يعني قنابل مسيلة للدموع وقنابل في الحار رميت بشكل افقي على المتظاهرين. احنا كمسعفين نعتبر هذا قنص اصلا، انه يستهدف مجموعه من البشر ويتجه بشكل افقي في الجزء العلوي من جسم الانسان. من محافظه واسط سلميه للشهر الثالث على التوالي، كل الترويجات اللي تقول انه واسط تخريبيه، واسط تخرج عن سلميتها، واسط ما عندها يعني مبادئ واضحه واخلاقيات في الشارع. نحن كنا ابناء واسط. رسالة إلى قائد شرطة واسط أن يتعامل مع بنفس السياق اللي كان قبل شهر ونص مثل ما استقبلت الساحة. نتمنى أنه يتراجع عن تهديداته، يعتذر للمتظاهرين اللي أسألهم أكثر من مرة، حتى تكون رسالة والسلام من واسط إلى كل العراق. للأسف الاستفزازات يوم عن يوم تزيد ولا اعتذار وصل للساحة. علمنا الوطن يا صاحبونا، من علمنا وجميع الناس تكتب، من علمنا، من علمنا وبني صهيون خافت، من علمنا، ويظل العراق رمز العز والحمية. عراقي عراقي أصيل المانسة، أصل عراقي بويا ومواطن صدق الظاهر. عراقي إلك هالروح أفديها، نسب معروفة كغر الهوية. هلا بيكم يا أهل الكرم والشرف والزاد، متظاهريننا وشفكم غطى الحكومة وجزاها الحدود، والحق عندكم أبد ما يضيع، لا والله موجود. وها أخوتي ها أهو سباع وطبت للساحة، سباع وطبت للساحة، سباع وطبت للساحة. حقيقة من تواجدنا داخل ساحات الاعتصام وبالخصوص ساحة اعتصام الكوت، ما جرى في اليومين الماضيين من أحداث ومأساة كنا في غنى عنها كانت بسبب قيادة الشرطة أو قائد الشرطة الذي حقيقة لم يتقن لغة الحوار، والذي صعد الموقف من قبل المعتصمين، ولا نعلم لماذا هذه الإجراءات. لم يتخذ من القائد الذي سبقه أسوة حسنة والذي كان مع المتظاهرين. كذلك نحن نرى هذه عمليات القمع وعمليات القتل للمتظاهرين وتحريك الفوضى داخل ساحات اعتصام الكوت السلمية والمتميزة بسلميتها والتي كانت قدوة وأسوة حسنة لجميع محافظات العراق، هي عمليات ميليشياوية حزبية بحت تحاول زعزعتهم وإحرافهم عن الطريق لإظهارهم بصورة غير لائقة وإنهاء الاعتصامات. حقيقة المعتصمين هنا من ساحات الكوت ونحن إعلاميين متواجدين معهم، هم مع موقف الناصرية ومهلة الحكومة 6 أيام لغرض اختيار رئيس وزراء والبدء بإجراء الإصلاحات المطلوبة من قبل المتظاهرين. حقيقة أن الاستهداف الذي يتعرض له ولا سيما الناشطين الشباب هو استهداف واضح من قبل سياسيين وكبار في السلطة تابعين لأحزاب، كذلك أحزاب وعناصرها وأفرادها، وهجمات إلكترونية شرسة على ساحات الاعتصام. إذ إن المتظاهرين هنا يخرجون بسلمية مجردين من كل السلاح عزل، ويتم قمعهم ولتكميم أفواههم وعدم النزول لطلباتهم. المتظاهرين تظاهراتهم سلمية، بس اكو ميليشيات قاعدة تفوت بالنص، قاعد تستغل اللي قاعد يصير وثورة الشباب والنار اللي بداخلهم. ف
فهذول خطية يعني ايش يسوون؟ قاعد يهوسون، يا هو اللي يجي يهوسون يوم يعرفون هي شنية، ترى هي المظاهرات اخذت تاخذ بدت تاخذ منحنى اخر، وهم خطية ذولا ما يدرون ايش قاعد يصير. احنا كمعتصمين اني تربوية اقول من خلال قناتكم انتو، هسه حاليا قالوا المدارس الابتدائية ترجع، انا اقول لك ما داوم، يريدون يفصلوني خلي يفصلوني، لان اني طالعه عندي قضيه، انا قضيتي قضيه وطن، هذا دم الشهيد اللي راح على مودي وعلى مودك، حتى دا يطلع لي حقي، حتى دا يامن مستقبل الجهالي، شلون انا اخذ له؟ انا من اخذل المتظاهر واروح اداوم، هذا معناه انه انا بعت القضيه، هذا معناه انه انا اريد اطمر الثوره، وهذا الشيء مستحيل، انا ما اطمر الثوره. المدير العام شلون اداوم افتح مدرسه؟ وين الامان؟ مدير عام شارد، النقابه شارده، المدراء جبانيه ويخافون، زين المعلم من يحميه؟ الطالب من يحميه؟ الطالب من يجيك يطب للمدرسه صار بعد بامانتك، اي شيء يصير بيه انه هو بعد برقبتك، انت اللي يلزمك لك، صح لو لا؟حقيقة ما جرى قبل أيام في محافظة واسط وبالتحديد في شارع الهورة اللي هو امتداد للحيدرية، كان هنالك عدد من المتظاهرين الشباب المنتفضين، كانوا هنالك في صدام مباشر وحراك مباشر مع شرطة الشغب في المحافظة. هذه التظاهرة العفوية للشباب المنتفض هي الحقيقة امتداد لما حصل في الجامعة من جرحى ومن إصابات وما يحصل يوميا في هذه الساعة وفي هذه المحافظة. اللي أريد أقوله بصراحة، هذه الإفرازات التي تجري في المحافظة وبين صفوف المتظاهرين هي تعكس حقيقة واحدة، هنالك صراع للإرادات، إرادة المتظاهرين وإرادة الأحزاب أو إرادة السلطة. السلطة غائبة وهذه السلطة الحقيقة محتوات من الأحزاب، وتشكلت نتيجة إفرازات الأحزاب ونتيجة التأثيرات الإقليمية والمحلية. ما حصل من أحداث مؤسفة في الأيام السابقة كانت محافظة واسط ولا زالت المثال السلمي لبقية المحافظات والقدوة الحسنة لبقية المحافظات، المحافظة التي بقيت على سلميتها وعلى ثباتها وعلى إصرارها، وشهدت لها كل العالم وشهد لها بقية المحافظات العراقية. ما حصل من أحداث دامية للأسف الشديد، الأحزاب السياسية الأحزاب الفاسدة أرادت أن تحدث علاقة الشرق، أن تحدث هناك فوضى في المحافظة، السلمية هذه أنه تأثر عليهم سلبا. إحنا طالعين وفق القانون وفق الدستور المادة 38 من الدستور العراقي، حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي حق كفله الدستور بما لا يخل عن الآداب والنظام العام، عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والدستورية وأن يختاروا رئيس وزراء مستقل، وإلا سوف تكون هناك خطوات تصعيدية من أبناء محافظة واسط ومن باقي المحافظات في الوسط والجنوب وبقية المحافظات العراقية، خطوات تصعيدية للضغط، سلمية أكررها، سلمية للضغط على رئيس الجمهورية أن يتحمل مسؤوليته الدستورية، ولا زال رئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب تماطل وتساوف على الوقت. صدام حسين مع بتروح عند بالواحد 91 ما تعب مدارس، لا والله.
تعلقت يا وليد. يلا جاي.